الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بكل خير ان شاء الله. هعمل معاكم يا حبايبي النهارده أكلة حلوة وجميلة جدا وسريعة وسهلة. هعمل معاكم رولات الجلاش بالسجق. معايا هنا حبيبي نص كيلو جلاش بلدي من الفرن من عند الكنافني، ومعايا نص كيلو سجق بلدي، ومعايا حبايبي زيتون مخلي. انا هنا بقول لكم السجق جايباه من عند الجزار، وكنت عيناه في الفريزر، ومعايا حبايبي فلفل الوان وزيتون مخلي قلت لكم، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده، ومعايا ميكس جبن شيدر وموتزاريلا ورومي، ومعايا معلقتين زبده على معلقه سمنه بلدي على معلقه زيت. وهنبتدي بقى نشتغل مع بعض يا حبايبي في الطريقه بتاعتنا. هناخد السجق كده ونروح على البوتاجاز، هنشوحه يا حبايبي في طاسه من غير زيت ومن غير دهون خالص كده، يعني كده كده السجق بتاعنا هينزل السوائل بتاعته في الطاسه، وهيستوي هيستوي كده مع بعضيه زي ما انتم شايفين كده. هسيبهم بقى كده حبايبي على نار هاديه لحد ما يفكوا كلهم من بعضيهم كده. وهشوحه بقى كويس جدا على النار، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه فيه. انا كده حبيبي شوحته كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. عايز اقول لكم ريحته كانت جميله جدا ما شاء الله. هنا بقى يا حبايبي انا جبت المقص بتاع اللحوم والطيور الدواجن يعني، وانا عامله مقص للحوم والدواجن، ومقص للاسماك، ومقص للعيش، ومقص في البيت كده لو حابه تقص بيه اي حاجه. فهنا حبايبي بعد كده بعد ما بستخدمهم بغسلهم بميه وخل وصابون طبعا سايل، ولازم اعقمهم واشتغل بقى بيهم وانا مطمنه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي بيتقطع معايا السجق بكل سهوله. ما ينفعش طبعا تقطعيه بعد قبل ما تسلقيه، او قبل ما قصدي عفوا قبل ما تشوحيه. فجيت هنا حبايبي على الطاسه ومعايا معلقه زيت في الطاسه مكان تشويح السجق، وهحط البصلايه وهدبلها بس كده في معلقه الزيت زي ما انتم شايفين كده حبايبي. انا بحاول اوضح الخطوات واحده واحده عشان البنات المبتدئات اللي بيعملوا ورايا. هنا حطيت معلقه ملح عشان تساعدني في تدبل البصله، وهشوحها كويس جدا كده، مش هديها لون، انا بس يا دوب بدبلها عشان لما احط السجق بتاعي وتبقى يعني مخليه الخلطه بتاعتي كده طعمها حلو ومسكره وتكون صحيه اكتر يعني. هحاول بقى انا يا حبايبي ان انا اشوحهم مع بعضيهم كده البصل مع السجق كويس جدا عشان يتشربوا من بعضيهم وياخدوا من طعم بعض كده. عايزة اقول لكم الريحة رائعة بجد. هنا حطيت يا حبايبي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة سكر. معلقه السكر دي يا حبايبي تكه من تكاتي في الطبيخ، طبعا كل واحده فينا بتبقى مميزه كده في طبخها ببعض التكات اللي بتميز الوصفه بتاعتها، فطبعا لازم يا حبايبي اقول لكم عليها وما بخلش عليكم بيها عشان المصداقيه اللي بيني وبينكم. حطيت هنا حبايبي نزلت بالفلفل الاخضر، برضو بدبله مش عايزه اديهم لون، انا بس بدبلهم كده مع بعضيهم. وهنا كمان الفلفل الالوان. عايزه اقول لكم الخلطه بتاعتي دي ما شاء الله غنيه بالفيتامينات وكمان طعمها حلو قوي قوي، وخلت الجلاش بتاعي طعمه حلو قوي قوي بجد. بظبط هنا بقى حبايبي الملح
انا دقتها لقيتها محتاجه ربع معلقه ملح صغيره او نص معلقه ملح على حسب بقى ما انت بتحبي يعني. هشوحهم كده كلهم مع بعضهم وخلاص كده الخلطه بتاعتي خلصت. جيت هنا حبايبي بقى على الرخامه، هنشوف بقى التاني تكايه في الوصفه بتاعتي. هحط معلقه كده من البيكنج باودر، ده بيكنج باودر دريم جميل جدا بجد، انا كنت بحب استخدم تاج الملوك ده بعديه على طول. بقلبها بقى كويس، معلقه البيكنج باودر كويس جدا مع الدهون عشان هشتغل بيها. طبعا معلقه البيكنج باودر دي انا بشتغل بيها في معظم الفطاير بتاعتي والمعجنات، بتدي توريقه حلوه قوي قوي للطبقات وبين الطبقات وبعضيها، وبتخلي بين الطبقات وبعضيها مفتح كده وهش وجميل وكمان طري طري يعني. فاهماني اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بدهن دهنه خفيفه كده. وبعد ما فتحت الجلاش بتاعي لقيت دي اول طبقتين كده مع بعض، اخدتهم ودهنتهم كده بالدهون بتاعتي. وبحط هنا بقى الخلطه وشريحتين زيتون وشويه كده من ميكس الجبن وشويه موتزاريلا، وهلفها بقى رول كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وباجي بقى عند اللفه اللي قبل الاخيره بتني على جوه وبظبطها كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله وسريعه جدا جدا، جربوها يا حبايبي هتبقى سهله جدا عليكم في العزومات وكمان هتشرفك قدام ضيوفك. معايا هنا صينيه حبايبي بدهنها دهنه خفيفه من الدهون اللي بشتغل بيها، وهرص عليها رولات الجلاش بتاعتي. هجيب بقى هنا حبايبي الجلاش بتاعي وهحاول اقطعه عشان يسهل عليا الشغل وانجز يعني في الوقت وكده. اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي هقطعها رولات متساويه، بس طبعا في كده تقطيعه كده طلعت كبيره معايا شويه، هوريكم برضو هعالجها ازاي وهشتغل بيها ازاي، وبالعكس هتبقى جميله قوي وهتبقى رولات حلوه جدا. اهو يا حبايبي حاولي انتي وانتي بتقطعيه بقى يعني تقيسي بين المسافات وبعضيها وتقطعيه كله مقاس واحد. الطريقه دي بتسهل عليا الشغل جدا ما شاء الله. كده دول اخر ورقتين كانوا في لفه الجلاش، بقصهم بقى بالمقص كده حبايبي وهبتدي بقى اشتغل بكل سهوله. هنا جمعت الورقه بتاعتي رميتها الكيسه اللي كان عليها بواقي الفرافيت يعني، ورميتها بحيث ان الرخامه بتاعتي تبقى رايقه ونظيفه. بعد ما اخلص يا دوب المعها كده بميه وخل واي معطر، وبعد كده بتبقى نظيفه بقى معايا زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بدهن الرولات الجلاش كل طبقتين مع بعضيهم، احط بقى الحشوه بتاعتي والزيتون ومكس الجبن. وبتني بقى الاطراف الطرافي على بعضيها كده وبلف الرول بتاعي. دي طريقه تانية برضو حلوه جدا. وبتني اخر طبقه على جوه زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم كمان واحده برضو زي ما انتم شايفين كده بطريقه مختلفه. بتني لما تكون واحده كده تشوفيها برضو يعني متقطعه كده معاكي، بتتنيها على جوه وتدهني بقى اللي تحتيها وفوقيها زي ما انتم شايفين كده، وتحطي الخلطه بتاعتك. من الافضل انك تشتغلي على صينيه كده او على بلانشا، بس انا بحب اشتغل على الصينيه دي بجد بتنفعني كتير. هنا خلاص يا حبايبي خلصت رولات الجلاش بتاعتي بالسجق ما شاء الله جميله جدا، وبدهنها بقى دهنه خفيفه من فوق كده بالفرشه بالخلطه بتاعتي اللي اشتغلت بيها. اوريدي انا دهنه الصينيه من تحت يا حبايبي بخلطه الدهون بالدهون يعني، فبدهن بس فوق وبعد كده هدخلها على درجه حراره 200 في الرف على الشبكه، الرف اللي في النص على الشبكه. وبعد ما تبتدي تاخد لون كده حبايبي، انا نسيت اصور لكم الخطوه دي بما ان الناس كلها عارفاها يعني. جبت كوبايه حليب وبيضايه ومعلقه فلفل اسود ورشه
خلة خفيفة وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وراح غلفت بيهم او شمعت بيهم رولات الجلاش بتاعتي ودخلتها تحت الشواية 10 دقايق، وبعد كده خرجتها بالجمال اللي انتوا شايفينه ده يا حبايبي. انا بحاول كده افصلهم عن بعضيها عشان اطلع لكم الرولات ان شاء الله واوريها لكم. بجد كان طعمها هايل جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. انا عامله لكم رولات الجلاش باللحمه، بس الفيديو ده من زمان جدا ونسيته خالص على اللاب وكده، وان شاء الله همنتجه لكم قريب وبامر الله هرفعه. هوريلكوا بقى يا حبايبي دلوقتي قد ايه الطبقات مورقه من البيكنج باودر ومفتحه بين بعضيها مش لازقه في بعضيها، بالرغم من اننا حاطين كل طبقتين مع بعض، بس بصراحه جميله جدا جدا ما شاء الله. شايفين كده شكلها من النص، وميكس الجبن عامل شغل عالي معاها. وهنا كمان بوريها لكم من الجنب، شوفوا الطبقات مفتحه ازاي، جميله جميله بجد. جربوا الطريقه يا حبايبي بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. يا ريت يا حبايبي ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وبشير للفيديو مع اصحابكم وحبايبكم، وتدعموني بسبسكرايب للقناه. احبكم في الله، استودعكم الله لازم تضيعوا دعاء. السلام عليكم.